شاء الله وقفات يسيرة حول أمر عظيم، وهو أمر اللسان. هذا اللسان الذي يجعل بعض الناس، أي بسببه يجعلهم في هاوية الهلاك، ويرفع الله به أقواما بسبب أقوالهم وبسبب مواقفهم وبسبب صدقهم الذي يظهر على ألسنتهم، يرفع به الله أقواما ويدخلهم الجنة. هذا اللسان شأنه عظيم معاشر المؤمنين، ونحن نجد الناس اليوم إلا من رحم الله تعالى يطلقون ألسنتهم فيما ينفع وفيما يضر بسبب جهلهم أو بسبب غفلتهم أو بسبب المجاملات. وهذا إن دل إنما يدل على ضعف الإيمان، لأن العبد إذا كان إيمانه قويا فإنه لا يهلك نفسه ولا يهلك غيره، كما جاء في سنن الترمذي من رواية معاذ رضي الله عنه، والحديث أيضا في صحيح الجامع للألباني، وفيه أن معاذ رضي الله عنه قال في آخره: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني في ناس يدخلون النار وعليه وشهم، ليه؟ بسبب هذا اللسان. هسي أمشي السوق ولا أمشي جامعة من الجامعات ولا أمشي لك محل مجمع بتاع ناس إلا من رحم الله تعالى، أقعد كذا أسمع شوف بيقولوا في شنو. يا ناس بتكلموا في الدنيا، وفي الدنيا ذاته خاشين غلط. يا لو ذاته في الدنيا زو سايق له موتر بخسر كثير، بزال له زول عشان أعرف يصلحه كيف، زول عنده دكان دار يفتح له تجارة بزال زول يشتري شنو يبيع شنو، زول عنده وجع عيون دار يمشي له دكتور بتاع عيون بزال أمشي له دكتور. ده كلام في الدنيا، لكن مفيد ولا ما مفيد؟ مفيد. لكن تلقى قاعد ويقول لك: لا تعرف الدولار ده اللي عندي خطير مره واحده. تقول له: طلع $5 عندك. الله يقول لك: هاي حق الفطور ده جاسفنا مجاسفات. طيب انت مالك ومال الشغل ده؟ انت مالك وماله؟ وانا ما قصدي يعني انت فقير ولا كذا ولا كذا ولا هنا، انا قصدي انك انت حاجه انت ما بتستفيد منها ما تتكلم فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: من حسن إسلام المرء تركه شنو؟ ما لا يعنيه. يعني شيء تهم تستفيد منه ما تضيع فيه زمنك. تقول انت زول تاجر بتاع مثلا بتاع بهارات الملح والشطة والشمار والهناية، ما في داعي تتكلم في الزيوت ده تابكو ده فوكس وناشونال ده اختفى. ما لكم هالناشونال وما لكم هال خليك في زيت السمسم والعصار والحاجات الظريفه معاك انت. ونحن الكلام ده ما بنقول له طبقه معينه، انت قال لك انا يعني ابو هناي ما هو ذاته، لكن في نهايه المطاف انا نقول للناس عشان الناس تفيدها يا جماعه، الناس ما تضيع لسانها ساي. والله ده صنف من الناس تلقى حتى في الدنيا كلامه في شيء هو ما بيستفيد منه. هو رب العزه والجلال قال: ما يلفظ من قول. كيف تفكر في الايه دي؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. شنو؟ عتيد. رقيب بيكتبوه، لأنك انت ما مفكوك ساي. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين يعلمون شنو ما تفعلون. عتيد مكتوب ومحفوظ، ذاته محفوظ موجود تلقى قدام الكلام اللي بتقول.
قال ابن عباس فيما يروى عنه: حتى قول العبد أكلت شربت مكتوبة. مش قلت أكلت مكتوبة، الفطور طاعم مكتوب، الغداء ده مسيخ مكتوب، كله مكتوب، أي شيء مكتوب. طيب في زول أي حاجة مكتوبة، في داعي لسانك ده تفك وسال؟ مفروض أي كلمة دار تقولها قبل ما تقولها تحسب لها ألف حساب. كلمة دي يا جماعة بتقرب العبد من الله ولا بتبعده من الله سبحانه وتعالى؟ ده في أمر الدنيا، كلام في الدنيا تكلم في حاجة مفيدة، والدنيا تربط بالدين، تعظم الله وتراغب ربك سبحانه وتعالى. كلام تاني في مسائل بتاعت فتن، في ناس أي فتنة ظاهرة جديدة طوال يدخل شنو؟ لسانه. وديل أهل الجوباك، ديل أنا بسميهم جوباك، تعرف ده اسمه جوباك، لأنه ده اسمه موتر حك فرامل في الطين، عارف بيحصل له شنو؟ الشيء ده ما بيمش عديل، ده ما هو بيتكلم زي والسلف زي الحسن البصري وغيره، قالوا إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. أول ما تجي العالم بيعرف إنه دي فتنة، بيعرف يتصرف معاه كيف، والجاهل ترى غايته بيكون ما عارف شيء، ولو ما عارف شيء وساكت ده كويس، أنت لو ما عارف شيء وساكت كويس، لكن المشكلة هو بيخوض فيها بالجهل، وبعد ذاك بيقع في المهالك فيهلك نفسه ويهلك غيره. شكاية يا جماعة، الزول يتقي الله أيضا شنو في أوقات الفتن. شوف العلم بيقولوا شنو، شوف الناس المتعلمين أكثر منك بيقولوا شنو، والأورع منك وأتقى لله منك وأفهم وأصحاب الخبرة في هذه المسائل، بعد ذاك شوفهم بيقولوا شنو. أنا ما أقول لك أبقى مقلد أعمى، لكن تشوف الناس بتقول شنو والأدلة شنو وكذا وكذا، بعد ذاك أطلق لسانك بالحق، مش طوالي بس تخوض. أنت بضرك شنو لو سكت؟ الزول بيضره شنو؟ دي نمرة اثنين. ثلاثة، تجده يتكلم بمعصية الله سبحانه وتعالى. إذا كان العلماء وبعضهم يقول والذين هم عن اللغو معرضون، حديث العزاب عن كلام المتزوجين، زول أعزب بيتكلم عن الحياة شنو الزوجية، وهو شنو وأعزب ذاته، والاستقدر داقة زاي يتكلم عن الموتى والاستقدر داقة، ويتكلم داقة لك من اللغو، فما بالك تتكلم لك بكلام. كان الشيخ العباد يا جماعة قال الناس اللي بينقلوا القصص البعض في الواقع وفي غير الواقع وفيه إثارة للشهوة، ديل قال يخشى عليهم يعني أن يدخلوا أو كما قال حفظه الله في قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني زول تلقاه ويجي يحكي لك قصص، أنت شاب ولا زول كبير، ولك والله أنت عارف في فريقنا والله في بيت شابة جميلة جمال، البيت دي تعرف في زول وحكي لك قصص، أنت بتثير فيك شنو؟ الشهوة، حتى لو هي حصلت، حتى لو حصلت، لكن ضررها على النفس وعلى المستمع وعلى القلب أشد وأعظم من نفعها. يقوم يحكيها ونسى ساي ونسى، ومرات يقول لك شوف الفتن دي كترت كيف، والله واحد في فريقنا والله كذا وكذا وكذا وكذا، مرات يعلمك المعصية ذاته كيف، يقول لك ده قال للبيت الفلانية كذا وقال لها الكلمات الفلانية، وهي بعد ذاك قالت ليه، وقال يوريك ذاته الخطوات بتاعت شنو الجريمة، هو عامل نفسه بيوعظ فيك وهو بضر فيك. فيخشى على الإنسان من هذا الكلام. الزول يا جماعة لسانه ده يحرص عليه كل الحرص. كذلك من المضار التي تأتي باللسان عدم الوضوح والموقف الثابت بالنسبة للحق ولأهل الحق.
وللباطل ولأهل الباطل. فروض الحق ده انت تقول كلمة الحق ما تكتمها، ومفروض انت أهل الحق تناصر ولو باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: ولا يخذله، يعني أن المسلم لا يخذل أخاه المسلم وإنما ينصره في الوقت الذي هو محتاج فيه إلى نصرته وهو قادر. فتلقاه لسانه ده بيجاي يدي الناس كلام سمح، بيجاي يدي الناس كلام سمح، وكلام سمح يا ريت لو بالحق بالباطل، يعني تلقاه مع الزول المتبع الحق يديه كلام طيب، ومع أهل البدع برضو طيب. يقول لك نحن ويعاندة واسع وشامل وجامع. كيف شامل وجامع؟ يعني الوعاء، يقول لك الوعاء ده شنو؟ شامل وجامع وكذا وكذا. ومرات الحاجة الحلال في الشنطة ما بتخدت انسوا، حلال وحلال ما بتخدت انسوا. هذول بيخدت له هدوم وزيت بيخدت انسوا، هدوم ودهن مش حلال بيخدت انسوا، ولا اي واحد عنده حاجة برا اي حاجة حاجة برا انت شنو؟ يقول لك انا وعائي جامع، يعني ده موحد انا زول تمام معه، وده عقيدته في فلان برضو انا ما بخسر. يقول لك انا ما بخسر لي زول في الدنيا دي، ترى هو ايته ديل بنمشي نشكرون وديل بنشكرون. هذول حديث ذكره ابو يعلى رحمه الله في المسند والامام البخاري في الادب المفرد من روايه عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن ابيه، وذكره الشيخ ربيع في موعظته التي تتعلق باللسان وهو يبكي حفظه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له وجهان في الدنيا، من كان له وجهان في الدنيا، ديل يجيهم بيوش وديل بيوش، كان له لسانان من نار يوم القيامة. يعني عندك وجهان، ديل تديهم وجه وديل وجه، انت خليك واضح ذول حق. ايوه تبسم في وجهه ودي الكلام الطيب والكلام اللي بيقوي على الحق وكذا، ذول باطل ناصحه. ولا ذول والله انت هرى، اقول لك نصيحه لوجه الله سبحانه وتعالى، اقول لك نصيحه، انت الكلام الفلاني ده الصح فيه وكذا، والخطا كذا، وانت اخطات في كذا، والباطل كذا، والحق كذا وكذا وكذا، تناصح. فإذا صار العبد ذا وجهي، إذا صار العبد ذا وجهين فهذا من مهلكات اللسان. كذلك معاشر المؤمنين من مهلكات اللسان الغيبة، الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، شيء هو بيكره وما فيه مصلحة، يعني لو فيه مصلحة العلماء جوزوه، مصلحة ما بتتم إلا عن طريقه. جوزوا الغيبة في 6 مواضع ذكرناها في موضعها قبل كده. في غيبة بتجوز، الله حرم الغيبة، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، لكن إلى آخر الآية، لكن قال لك الغيبة بتجوز في مواضع، وذكروا فيها أدلة وأحاديث في البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وحديث في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا، كما في حديث الرجل إذنوا له بئس أخو العشيرة إلى آخره. فإنت لو غيبة فيها مصلحة، معلش زول جدار يخطب لبيت سألوك عنه وإنت عارف عنه شر، تقوم تقول لهم البيت دي ما تدوها له لأنه زول لا فيه كذا وكذا وكذا، دي من باب الخير. قالوك المكانيك إذا نودي له العربية، تقول لا لا ما تودوا له، زول شغله ما نظيف، وذاك كيف النجار ده والله ما تودوا له الدولاب بجوب كساي، وذاك كذا وذاك كذا، والدكتور ده وذاك. انت تنصح في شي شنو فيه مصلحة، دي مسألة، وما بتم النووي قال لا عن طريق شنو الغيبة دي بعد ذاك بتجوز، لكن وانا ساي ولا حاجة ما فيها مصلحة، زي اللي بيشجعوا الكورة ديل
ولك والله تعرف الهلال ده الليله ما لعب زي الناس والله غايه الليله ضيعونا ومنكد المدينه اخذ وهذا مصطفى اخ والله الناس زي وارجو ولا ما وارجو ما بعرف وفلان 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 ومرات يتكلم بذول وهو ما راضي لانه انت ما ممكن تقول فلان ضيع المنتخب وفلان ده يكون راضي يعني بكون راضي ولا بكون حاجه دي مضايقاه نحن شغلتهم شط مضايقانا الكوره دي كلها ما نفع معانا الكوره كلها ما نفع معانا الا تمشي تتمرن براق تتمرن تريد جسمك الشغل فوزان قال ما يسموك لاعب وكذا وما تبقى شغلك الشاغل وما هنا ما في اشكال تقوي بها جسمك ما في اشكال لكن تبقى تعبان فيها وتشجع وغلبناكم وغلبتونا وفلان ذاك يا اخ زول اهبل يا اخ جابوا في 5 كور يا اخي 5 جون يا اخ جابوا يا اخي في جون بيجيبون 18 يا اخي معقوله يا اخي وتلقاهم الناس شنو؟ ويعلقوا ديل يكتبوا ديل يقروا وديل في الواتساب يا ناس الكلام ده ما غيبه ده ما غيبه عديل واحدين بتاعين سياسه برضه ذاك برحله زلط وذاك عامله بكبري وده أكل قروش الناس وده عمل وده كذا دي ما برضو انت قايلة ما بتدخل في الآية ولا يغتب بعضكم بعضا يعني ده لما تتكلم في فلان وهو ذو سلطان تتكلم فيه ما بتدخل في الغيبة انت قايل شغل عثيمين قال هذه غيبتها أشد قال لي غيبتها أشد قال لأن غيبة العلماء فيها امتهان لما معهم من العلم تا الناس ما بتسمع العلم بتاعه وغيبة الأمراء فيها تضييع للأمن لأن الناس بعد ذلك لا يهابونهم شكي الأمر أشد فذي كلها جماعة من أنواع الغيبة بل الغيبة بقت في أفضل الأماكن حتى في المساجد واحد يجي يصلي بدل يمرق بأجر تلقاه يمرق بسيئات حسنات ذاته يخمها يديها للإمام ولا المؤذن يدها للإمام الله الزول ده صوته ما سمح والزول ده طول بينه والزول ده هناي خلاص ده اداه كم حاجة ولا كمان اداه للمؤذن لك يا اخي ده من الصبح يا اخي من بدر يا اخي صوته المقروش ده كل يوم مضايقنا مضايقك الاذان صوت المقروش ولذلك انت تلقى في المساجد شنو غيبه بل انا لقيت بعض الناس حتى في المخازن شغال يعتل انا لقيت بعض الناس يعتل وتعبان بدل يسبح ويستغفر وانت قادر ما تستغفر الله ذاته بقويك انت لما تستغفر اقرا سوره هود الله ذاته قوتك دي بزيدك لانه بنعم عليك لانه الذنوب دي سبب الضعف سبب الابتلاء الله بقويك تستغفر وتطيع الله سبحانه وتعالى وكذا 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 وبدل يستغفر ويسبح وشغال يعتل ولا لو ما قدر يستغفر ويسبح اللي يسكت يعتل تلقاه ونس في صاحبه ذاك هسمع والله بتاعت الشاي ديك والله فلانه ديك وفلان ذاك ده كله يا جماعه انا كلام ما قاعد اقوله وانا سسال والله ده كله كلام حاصل الان موجود والناس وقع فيه الا من رحم الله سبحانه وتعالى وده كلام خطر لأنه في سنن أبي داود والحديث ثابت كما قرر الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وداخوا في حديث أنا لاقاني في الغيبة قال لما عرج بي في ليلة الإسراء والمعراج مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم كذب قال يخمشون يعني ذول عندهم ظفور بتاعت نحاس ما بدين يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ومن المهالك أيضا القذف القذف يقول لك فلانة تقع في الفاحشة وفلان كذا وفلان كذا وما رأى بعينه انت ما رأيت بعينك
ولا سمعت اعتراف من الذي قيل فيه أو التي قيلت فيها. تقول كلام زاي. كم من بنت شريفة وعفيفة بسبب الكلام صار الناس ينظرون إليها أنها من أحق نساء الدنيا. هي عفيفة ونظيفة بس إشاعات بس. وإنت بتشارك، إنت بتشارك. مرة أنا قاعد في السوق، جاء واحد متزوج جديد معاه مرته، مرته عظيم شغالة في السوق ما بعد، واحد جنبي همك كبير والله زول كبير في السوق. لا شوف الناجح ده عرس منه على قبل، فالزول الناجح ده عليك الله عرس منه. والله أنا ذاتي لما أنا ذاتي الكلمة دي أثرت فيني جوا في قلبي، كلام مؤلم. زول يا جماعة معقولة؟ رسول عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات مهلكة. الموبقات المهلكات يعني. قالوا: وما هن؟ قال: الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تقذف ساي، أنت ما تقول ما تقع لك في مرة ولا رجل بالظلم باللسات ساي بس بالظن ولا بإشاعات الناس. الله بيسألك بعدين يا أخي، رب العزة والجلال قال في القرآن: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. ذلك ده بهتان وإثم عظيم ومبين. فإنت تتقي الله سبحانه وتعالى في لسان. كذلك من مهلكات اللسان الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وحات جناي، وحات الزاد ده، وحات القعدة دي، وحات البيني وبينك وبيني وبينك. معقول يا أخي؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم في الترمذي حسن الألباني من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ده شرك وكفر. تحلف تقول وحات النبي، واحدين بيقولوا عليك النبي وعليك الرسول، ما شفتها ما سمعتها كثيرة صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الكلام. إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. ومن مهلكات اللسان الغناء. واحد تلقى ماشي في الشارع بدل يقرأ قرآن تلقى يغني، وشغال في الشارع يغني فيه غناء، وعامل نفسك تفتيحة. يا زول تفتيحة بتاع شنو؟ وفي تفتيحة تلقى يغني في الشارع. وليه؟ لأنه الغنى ده في قلبه. لو ما أصلا ما في القلب ما كان جا في اللسان. قال ابن تيمية رحمه الله: القلوب قدور والألسنة مقارفها. ودائما الزول شره بيظهر في لسانه، الشر ده بيظهر في اللسان. لذلك ما تغني يا تحفظ لسانك من الغنى. قاعدين تلقاه ويغني بالإنجليزي، واحد بالعربي، واحد بالرطانة، واحد بالعادي، وكل هوا الساي معاصي وذنوب يا أخي كثير. تلقى راكب رقشة لما الهوا يضربه طوالي بغني، مع إنه في ناس لما الهوا يضربه طوالي تلقاه يقرأ شنو؟ قرآن. القبي مزاج يقرأ قرآن. والله أنا كنت في خلوة من الخلاوة ما بتاعت شرك، ما في قبة ولخبة. بعدين والله الذي رفع السماء والذي رفع السماء. في واحد لما نيجي يخش الحمام بيخد قطعة بعضية يخش شدة ما بيقرأ قرآن. والذي رفع السماء، وأنا صادق في هذا الكلام. شفت اليوم كله بس تلقاه يقعد قاعد يراجع ور 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 يقرأ قرآن. والله يخش الحمام بيخد قطع بعضية ويخش ويمرق في الجزيرة. ولذلك يا جماعة الإنسان يتقي الله في لسانه.
وهكذا الذي يدعو غير الله، يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا، والذي يدعو إلى الشرك اطلع في غناء، والذي إذاعة، واللي يجي في مسجد يصل للناس الشرك ويصل للناس البدع ويصل للناس الفتن والمعاصي والذنوب، زي ناس كتار يجيبون في القنوات والإذاعات واحد يجيبوه بنشيد يهيج دولة على دولة بنشيد فتن بين مسلمين، واحد تاني يجيبوه يدلقاو اضعن في الخلق. والغريبة في ناس يقولوا ده مفكر، وذاته الدين ده فيه مفكر ولا فيه علماء؟ الدين فيه ده مفكر ولا عالم من علماء الدين؟ يجيبوا يقول الله غلط في خلقه للمخلوق الفلاني. الله هذا في كفر أكثر من ده؟ أها الله خلقه أنت كذا خلق لك واحد زيه؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين يا أخي سبحانه وتعالى، تصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. يتكلم عن معاوية يقول لك واحد يجيبه يقول لك معاوية، يقول لك معاوية رضي الله عنه، منو قال لك رضي الله عنه؟ الله قال الصحابة رضي الله عنه، معاوية صحابي هاي تراك، الله قال رضي عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. قال في القرآن. واحد تاني يجيبوه في تلفزيون أو يجيبوا بنات يتكلمون برضو دارين حرية في البلد دي، دارين حرية. أنا والله بستغرب زول في السودان ده يقول دار حرية، دار عمل شنو؟ أسي لو قالوك انت حر دار تعمل شنو؟ يعني دار تعمل شو؟ أقبل يا أخي، دار تشتغل بتشتغل، دار تتزوج بتتزوج، دار تأكل مطاعم شغالة، دار تتونس الناس يونسوك ما في مشكلة، دار جبنة بتدوق، دار شاي بتدوق، تاني في شنو؟ تمشي المضعة تمشي الفرم ما عندك قروش بتدوق عيش، تاني دار شو؟ ماشي في الشارع بكرموك. يا السودان دار تعمل في شنو؟ انا دار اعرف حر ده شنو. مرات ناس الشارع ماشي كذي اتجاه واحد بيجي ضده ماشيين، بنت تلقى لها بسلاح عراقي وقالت دار تبقى حر، يعني حر دار تعمل شنو؟ يعني اكثر من كذا، انا دار عراقي ده بعد الزول يبقى حر يعمل شنو؟ عراقي الراجل بمسافر بيو كذا المره، الراجل مسافر بيو تاسي لابس لك ريدة وعراقي بتسافر بين الراجل يا أخ بلبس عمة وطاقية، ومرات لو نسى طاقيته يحك في راسه اليوم كله يهبش في راسه. والله نسيتها يا جماعة، ما تقولوا لا مؤاخذة نسيتها، لا مؤاخذة. ودي مرة وماشى لا طاقية ولا ناي ولا أي شيء، وعراقي حاجة زي العراقي للأمانة العلمية، حاجة زي العراقي. وبعد ده قال دار حرية وامي ساي وشنو يا ناس، ده كلام ساي. نحن ما دارنا نضيع زمننا مع عادل، لكن الزول يتقي الله في لساني، لسان ده اتقي الله فيه، في المقابل اللسان ده تحركه في الخير. يا لسانك ده اقرأ به قرآن، انت مش صوتك ده عاجبك بعد تشغله في كلام ناس فارغ ساي، كلام فارغ ساي. والله انا مرات في بيتي بسمع حفلات يكونوا جنبنا بيت تغني، تغالب الغنية ذاتها تشتغل الفتيحاب والعزوزاب والجيب، هذه فائدتها شنو؟ أنا ذا عارف فائدتها شنو؟ ويا ناس فلان ويا ناس علان، وبعد شوية تموابع زغاريت، بعد شوية هنا، بعد شوية موسيقى، وغالبنا الشغلة ذاته. أنت لسانك دوك إذا عاجبك شغله في الخير. قرآن ده كلام متقن، كلام محكم، وكلام لا يمل منه العبد ابدا. هسه القصه تقراها في القران، بكره تقراها ما بتزهج منها، بتلقى فيها فائده جديده، بعد بكره تقراها تاري فائده ما بتزهج منها. حصل يوم قلت القران القصه دي مكرره، دي من بلاغه القران ومن بركته ما بتمل. واجر القنية دي فيها، الغنية فيها كم حسن
فيها سيئات، والقرآن يحرف فيها 10 حسنات. وجمل فيه صوتك، صوتك ذا الجميل ذا جمل زيادة بالقرآن. ذلك القحطاني قال: وحنينه بالليل أطرب مسمعا من ناية شنو كذي جاب له حاجات. القرآن بالليل تقرأه وانت قراية فيها خشوع وفيها تضرع لله، وانت بتدعو وبتقرأ تلقى فيه راحة ويشرح صدرك وينفعك في الدنيا والآخرة، وأنت تخلص فيه لله سبحانه وتعالى. لسان ذا جماعة الزول يبلغ به الدين، وذا آخر نقطتين، بلغ به الدين. الله اداك لسان، في ناس يا الله اداه اللسان ويعملوا حاجة مباحة، انت اعمل حاجة مش مباحة أفضل من المباح. ما شفت في ناس تلقاه في السوق بيبيع في موز، تلقاه عنده صوت جهور يكورق الكيلو بكذي وكيلو ونص بكذي في الموز، وسمع ناس هناك. واحد تلقى سايق له تريلا خرد الخرد وما عنده اي ميكروفون، بيسمع الناس جوا بيته، خرد خرد بيسمعهم جوا بيته. ما شفتهم؟ حلال شغله حلال، حرام ما حرام، لكن انت الله اداك صوت ده بلغ به الدين، بلغ به التوحيد. الله قال: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المحسنين من المسلمين. بعدين تلقى اجر كبير يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى. اخر نقطه، اللسان ده قول بالكلام الطيب للناس، ما تقول للناس كلام شين. زول كبير في السن اداك كلمه ما طوالي، وكلمه لا بتضرك لا في الدين لا في الدنيا، ما في داعي تحريم، داعي تحرجوا يا حاج مالكم على الموضوع ده، وانت شاب صغير. ولا جيت بالمواصلات راكب في العربيه، واحد ضغطك بعربيه بدل تنبذه، ده ما بتلين في ثاني الا يمكن يوم القيامه، مره واحده يمكن تلاقيه في الدنيا، سوي لك معاه خصومه تبقى لك خصم يوم القيامه. زول لسانه يقول بالكلام الطيب، رب العزه والجلال قال: وقولوا للناس حسنا، قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان شنو ينزغ بينهم. في ناس تقعد معاه الساعات الطوال ما تسمع منه الا الخير، لان الله تعالى قال: والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. يخلي قاعدتك في مجالستك للناس، اي مجلس جلست فيه تستفيد فيه في الدين ولا في الدنيا، تطيب اخوانك وتديهم الكلام الطيب، تدي الناس الكلام الحسن وكذا وكذا وكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، بعضهم نطق ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في رواية: ومن لم يجد فبكلمة شنو طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قول الكلام الطيب كلام الحسن للناس، ما تعود نفسك طوالي، وبعدين أي كلمة أضبطها، وأي مجلس تلقى فيه كلام بتاع فتن ونميمة وغيبة وبهتان وأشياء زي دي، ما تضيع زمنك فيه، قوم طوالي اعتزل، أنصحهم واعتزل طوالي. والزول اللي بنقول لك الشر عن الناس، بنقول للناس الشر عنك أصل، لا أنت في النهاية بيمشي بيتكلم عن الناس يقول لهم برضو فلان ده كذا وكذا وكذا، لأنه دي شغلته. في ناس راحتهم كذي، راحته كذي، دار تعرف نفسك موفق تلقى نفسك بيهتم بالشيء اللي بينفعك في الآخر، يقدمك ويقدم الدعوة وكذا وكذا، لكن ما تلقى نفسك بس ما بترتاح إلا ده يشاكل ده، وتسمع إنه ده وقع وده كذا وده كذا وده كذا، أنت بعد ده راجع نفسك، راجع نفسك، ما تقابل الله بقلوب زي ده. أولي اتضرع لي الله، يا الله أصلحنا أنا
خايف وكذا وكذا وانكسر لها الله عشان يصلح. وزول بتجالسه بسوي لك بلابل ونايدة والي قم منه امشي والي خليه امشي. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى. ونأسف للإطالة وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. صلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.